تقرير الأمم المتحدة حول الاستهداف الإسرائيلي لعدد من مراكز الإيواء الدولية في قطاع غزة يمثل إدانة قاطعة على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين، ونحن ندعو إلى جلب قادة الاحتلال إلى المحاكمة الدولية في ظل هذا التقرير، ونرفض حصر تحقيقات في الاحتلال الإسرائيلي لأنه هذه الجرائم ارتكبت بتعليمات من قادة الاحتلال، من رئيس حكومة الاحتلال ووزير جيشه. وفيما يتعلق بالإشارة الواردة في هذا التقرير حول وجود بعض الأسلحة في بعض المدارس التي كانت بعيدة عن مراكز الإيواء حسب التقرير نفسه، نحن نؤكد أنه لا يوجد لدينا أي معلومات في حركة حماس بهذا الشأن.